تفسير حلم رؤية النخيل في المنام. تفسير حلم النخل في المنام من خلال كتب التفسير للإمام الصادق أو ابن سيرين أو النابلسي أو ابن شاهين أو ابن كثير للمرأة العزباء المتزوجة الحامل والمطلقة، حيث يدل النخل على العلم والمال والكسب الحلال، ويدل على الذرية الصالحة وعلى الصحة الجيدة وطول العمر. تابع معنا. تفسير حلم النخيل في منام الرجل. رؤية النخيل تدل على وجود ناس كرماء في حياة الراعي، وذلك إذا كانوا في مكان معروف. وجودهم في مكان مجهول يدل على عكس ذلك. وصعود النخلة يدل على الرجل الشريف الذي له منزلة ومكانة عالية، والسقوط من فوق النخلة يدل على عدم حصول المراد، ورؤية الخوض والجريد والليف يدل على الأموال الحلال. النخلة تدل على الرجل العالم والذي تعدد منافعه ومزاياه، ومن رأى أنه يملك عددا كبيرا من النخل يدل على امتلاك رجال بقدر عدد النخل. تفسير حلم النخل في منام العزباء. رؤية النخل المثمر يدل على تحقيق النجاح والتوفيق في حياتها، وقد يدل على زواجها قريبا. غرس شجر النخل أو زراعته يدل على الحصول على ما تتمناه وتتمنى تحقيقه، ومستقبل زاهر لكن بعد وقت وعناء. تفسير حلم النخيل في منام المتزوجة. إذا رأت أنها تغرس النخل في الأرض فيدل على إنجابها كثرة النسل والذرية وصلاح الأبناء. رؤية النخل المثمر ورؤية البلح على النخل يدل على سعة الرزق والزواج السعيد وصلاح زوجها، كما يدل على العمر الطويل. تفسير حلم النخل في منام الحامل. النخل المثمر يدل على رخاء وخير طول العام وعلى استقرارها المادي والنفسي. رؤية النخل في منام الحامل يدل على ولادة مولود ذكر، والنخلة الصغيرة تدل على إنجابها مولودة أنثى. تفسير حلم النخل في منام المطلقة. رؤية النخلة الطويلة تدل على رغد العيش وعلى الحياة الكريمة وعلى التمتع بالصحة الجيدة وطول العمر. قلع النخيل أو رؤيته مكسور يدل على المصائب والكوارث. تفسير حلم النخلة المحترقة. قلع النخل من مكانه يدل على الأوبئة والأمراض، وقد يدل على طلاق المرأة، ورؤية البلح يدل على أموال ليس لها بقاء وتفنى سريعا. والنخلة المحترقة تدل على مصيبة في المال أو الولد أو سماع خبر محزن. أما حلم النخل والماء في الصحراء، إذ الرجل يدل على كثرة الذرية، وللشاب يدل على زواجه من فتاة متدينة وإنجابه لذرية صالحة. وزراعة النخل في بستان وريه بالماء يدل على سعة الأرزاق في المال والعلم وتعليم الناس الخير وفعل الخير أيضا. رؤية سقوط نخلة في المنام. إذا رأت فتاة أن نخلة سقطت فقد يدل ذلك على فشل إخفاق في بعض شؤون حياتها، ويدل للمرأة المتزوجة على سماع خبر سيء أو مشاكل عائلية. وسقوط النخلة يدل على موت أو عدم توفيق في أمر ما، وعدم حدوث المراد من الشيء. رؤية سعف النخل في المنام. إذا رأى الرجل في منامه سعف النخل فقد يدل ذلك على حصوله على أموال كثيرة من مشروع تجاري يدر عليه كثير من الأموال، وقد يدل على ترقية في العمل، كما يدل للمرأة على حصولها على إرث كبير ولكثرة الإنجاب، ويدل للفتاة على زوج ثري.